أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم باللي راح نطرحها لكم أو بالمواضيع اللي أنتم تردون تحكون بها. المواضيع اللي احنا راح نطرحها أصلا أنتم مصوريها، أنتم ناشريها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي صوتكم وتعليقكم عليها هو صوتكم أيضا. للاتصال بالبرنامج أرقام البرنامج أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام الأربعة. في حال ما تم الاتصال لأي سبب كان ويا أي شخص من اللي يتابعون القناة اليوم أو الآن، يقدرون يدزون رسالة على رقم الواتساب الأخير الموجود أسفل الشاشة اللي بصفه إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي حلقة اليوم مشاهدينا الكرام. أول ملف ويانا هو ملف الاعتداء على التربويين والتدريسيين من قبل الميليشيات والمتنفذين والجيش. اليوم راح نتكلم هنا عن اعتداء الجيش هاي المرة على هاي الشريحة المهمة من الشعب العراقي، هاي الشريحة اللي إلها دور في الإعداد للمستقبل. تتعدد الاعتداءات ضد المدرسين وما تنحصر بالميليشيات والمجامع المسلحة والمتنفذين بس. شمل الأمر اليوم القوات الحكومية اللي من المفترض أنه واجبها الأساسي هو توفير الحماية للشعب، لكن عرضنا عليكم الاعتداء الأخير في حلقة صوتكم اللي صار على الملاكات التربوية من قبل منتسبين بالقوات الحكومية، وإطلاق النار والرصاص الحي على الباص اللي كان ينقلهم وهم راجعين من قضاء عين تمر إلى محافظة كربلاء. وأكدوا المدرسين خلال وقفة استنكار أمام مديرية تربية كربلاء ممن نقلوا إلى قضاء عين تمر حديثا أنه لحقوهم، واللي لحقوهم عناصر مجهولة ما يعرفوها، راكبين بسيارة مدنية ضايقت الباصات اللي كانت تنقل المدرسين. هذا الشيء أدى إلى إجبار واحدة من الباصات أن توقف بشكل مفاجئ على جانب الطريق، ولولا ستر رب العالمين لكان صارت مجزرة بسبب هذا الشيء. خلونا نسمع شهادة إحدى المدرسات. سيارة ضربت الباص وتأذى خطايا عندنا ولد، نزلوا المعلمين، واحد من المعلمين سوى من الاعتداء عليكم؟ منتسب. ايش سوى؟ منتسب شذى عليه وطلع السلاح مالته وضرب عليه مباشر، هم مو بالهواء، مباشر ضرب عليه. احنا ما سوينا شيء، قولوا انتم عندكم سلاح، احنا شنو سلاحنا؟ احنا شنو هو سلاحنا؟ احنا معلمين ومدرسين، سلاحنا هو القلم، ما عندنا سلاح. احنا الناشد كل واحد عنده غيره، احنا عائلة تمر ما نداوم بعد، احنا كليتنا اصحاب عوائل، كنا عندنا بيوت، كليتنا عندنا جهال، فنترجى سيد المحافظ مدير التربيه اي واحد عنده غيره، اي واحد عنده ذره نخوه، احنا عين التمر مرتين. شكرا. هاي شهاده احدى التدريسيات واللي هي بعدها ما مارست واجبها الوطني والمهني. من هسه تقول لك انا ما اريد هذا المكان لانه خافوا. المدرسين اضافوا انه اكو قوه من الجيش بسيطره الطارب مدخل كربلاء فتحت النار باتجاه الملاكات التربويه، ورا ما تبين انه العناصر المجهوله بالعجله المدنيه عندهم معرفه بالقوات الامنيه اللي لازمه نقطه التفتيش. يعني اللي صار بكل اختصار انه اللي اعتدى عليهم هو مو واحد الى دور امني، لا، اللي اعتدى عليهم هو ميليشيا او عناصر مجهولين عندهم معارف بالقوات الامنيه، هم اللي اعتدوا عليهم، وادى هذا الشيء الى اصابات بصفوف التدريسين. تعالوا نشوف. السلام عليكم. اليوم نظرنا هاي الاعداد على الباحه، الاعتداء اعتداء وتقول معلم، يعني سالفه همجيه اطلاق ويانا نساء ويانا اطفال، هاي مو وضعيه. السيارات اصلا ما تمشي نص كيلو ما بيها ممشى، اذا طش تظل
كيل كامل بس تهتز بيه. ليش شنو مطلبكم اليوم واقفين؟ مطلبنا نلغي هذا النقل الاقتصادي. نلغي على 110 كيلو اللي جبنا هنا بخالي النص. قد عدد النساء اللي وياكم؟ 300. انا ربعها شفتك اطفالهم بالسيارات. اطفالك وسياحه وطلقوا هذا ماكو شيء وضعيه هسه. وضعيه حيل تعبان. بعيدا عن كل شيء معلمين النقل من مكان الى مكان هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. وكانت قبل المعايشه المعلم والطبيب يروح يخدم بالقرى والمناطق النائيه سنه ويرجع حتى يخدم في مسقط راسه او المكان القريب من منزله، كانت موجوده المعايشه. فالنقل موجود، وموجود النقل في أي لحظة من بين مدرسة إلى مدرسة أخرى ومن بين مكان إلى مكان آخر. وهواية موظفين يشتغلون في محافظة يرجعون يشتغلون بمحافظة ثانية. لكن المشكلة اللي صارت وين؟ لما انتقل مجموعة من التربويين من مكان إلى مكان ويركبون الباصات ويرحون وياهم نساء وياهم أطفال، وفجأة قوة من الجيش تفتح النار عليهم، يا ترى ليش؟ والسؤال الأهم ليش؟ شنو سبب فتح اطلاق النار على معلم او معلمه؟ شنو السبب انه اكو تربوي اصيب نتيجه فتح اطلاق النار من اشخاص راكبين سيارات مدنيه؟ هي مسيطره امنيه والسيطره لازمها الجيش. الجيش شنو كان دوره؟ عنده اوامر من فوق ما يتدخل؟ لو الجيش عباره عن شماعه فقط نشوف احنا منتسبين لابسين الاخضر ولازمين رشاشاتهم واقفين. لو الجيش صار عبارة عن صورة فقط لتبيان انه العراق عنده جيش، بالمقابل المواطن لما نشوف الجيش يعرف انه اكو شيء اعلى من الجيش راح يتعرض له. وهذا اللي صار ويا التربويين، وهذا اللي صار ويا هواية ناس، وهذا اللي صار ويا الطبيب اللي انكتل بالبصرة، وهذا صار ويا الطبيب اللي انكتل بالعراق، وهذا صار ويا الطبيب اللي انكتل بديالة، وهذا صار ويا السيطرة اللي خطفوا بها أكثر من 100 بالرزازة، هذا اللي صار بالنازحين اللي طلعوا وما رجعوا، هذا اللي صار بالمغيبين اللي أهلهم لحد الآن ما يعرفون بهم شيء، هذا اللي صار ويا المعتقلين اللي 90% من عندهم أبرياء وأهلهم ما يقدرون لا يواجهوهم ولا يعرفون أخبارهم ولا يقدرون يسمعون منهم شيء. لأنه القوات الأمنية اليوم بالعراق وجودها من عدمه واحد، لأنه أنت عندك قوات أمنية وعندك مسميات كثيرة وكلها تتبع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ويأخذون رواتب، والمواطن العراقي مدى يلقى راتب ومدى يلقى شغل. بالمقابل الجهة اللي تأخذ راتب اللي واجبها الأساسي حمايتك ما تحميك. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود ويانا من فيسبوك، إبراهيم اللاري: قفل المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. هاي المقولة بالعراق معدومة للأسف. نبيل الزبيدي: تصنيف فاشل في توزيع المعلمين إلى أقضية بعيدة عن سكناهم تبدأ من خطورة الطريق والوقت الزمني والمأكل. ياسر الشيباني: إهانة المعلم يعني إهانة الدولة. وبان أحمد تقول: حسبي الله ونعم الوكيل بهم، اللي عنده واسطة رجعوا تكليف واللي ما عنده متبهذل الله ينتقم منكم. فكان هذا تعليق الناس على قضية الاعتداء على الكوادر التربوية في محافظة كربلاء. حيدر من البصرة: حياك الله يا أبو كرار. السلام عليكم أستاذ العزيز، شلونك؟ شو أخبارك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي أستاذ محمد وأستاذ علي. وياك أفل الصقر، تفضل أخوي. تحياتنا أستاذ علي. حياك الله أخوي. أستاذ العزيز، هذا العمري ما عنده غيره، هذا العظم ما عنده غيره، وخيط الخط عليه ما عنده غيره. نعم. هذا العمر بدون شرف، وخيط الخط عليه بدون شرف. ما عندهم شرف نهائيا، ما عندهم شرف. اللي خلون المرأة تناشد على مدرات برعاية، لو على المتعين، لو على المتفشي، هذول لا يدين ولا يمذهب، دول ناس ما يستحون، وناس تفلي أسفل السافرين دولي. نعم. جيل لا ناس ما يستحون، وإن شاء الله رب العالمين ينتقم منهم وجه محمد وآل محمد. والسوداني السوداني هم حرامي، أكبر
حرام السوداني، والمالكي حرامي ابن حرامي. تحياتنا لك، شكرا جزيلا، مع السلامة. حياك الله أخوي العزيز. ويانا أم السجين من نينوى، حياك الله يا أم السجين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم السجين عامر حامد فتحي وسلطان عامر فتحي. كم مرة أتصل عليكم قبل هذا اليوم؟ عامر توفى مستشفى الحلة التركي من 2022 والحد الآن لم تجي كتاب صحة صدور مال وفي الوفاء من الحلة للموصل، هاي سنة وأربعة أشهر ما جي. زين. وتعرض أبشع الأنواع التعذيب إلى درجة طالع بظهره من التعذيب تقرحة من رقبته إلى ظهره وبيها دود. داريت سبع أيام من مستشفى الحلة، طلعت علي منظمة حقوق الإنسان مال الحلة وشافته وصورته وراحت، والحد الآن لا انطوني تقرير الوفاة شنو سبب وفاته ولا انطوني صورة قيد تيجي على الموصل على مود أوفيه بالسجل مال الوفيات. وأخوه موجود هسه بسجن المطار، لا بيها ولا عليها، بريء ومريض، وحتى عندي تقرير طبي انه مريض وكلافين هنيود منتهيات. فما يعني كاني مع الحكومة العراقية إلى متى تبقى هيجي؟ أم عامر ولا أمر عليك أختي أم السجين. عامر شنو كانت تهمته أصلا؟ ها؟ عامر شنو كانت تهمته؟ شنو تهمته؟ أي تهمته أربع أرهاب. هاي من طبوا وحررونا ما خلوا شاب عندنا بالموصل. طيب وسلطان إذا ما أخذوه ها؟ وسلطان نفس الحالة. طيب. نفس الحالات عندنا مقيدين بالمنطقة. ياهو بيهم اللي الله أخذ أمانته، عامر لو سلطان؟ أتوفى عامر. إيش قد ظل بالسجن عامر؟ وين؟ عامر بقى من 2017 إلى سنة 2022 توفى بسجن الحلة، حولوه من التاجي إلى سجن الحلة، وحولوه مريض منتهي إلى سجن الحلة، وبعدين حولون مستشفى الحلة التركي. زين شنو السبب يعني أم أختي العزيزة أو أمي العزيزة، شنو السبب لحد الآن الدوائر الأمنية أو المستشفى مدى تعطيكم لحد الآن كتاب وهو خلص يعني راح الدار حقه اليوم؟ نعم. شو يقول لكم؟ لحد الآن ما أنطاني صورة قيد يعني أوصلها للموصل على مود اوفيه بالسجلات مال الوفيات. شو يقولوا لك ليش ما يطوش صوره القيد؟ هو هاي نريد نفهمها. يقولوا لي راحت بالبريد والحد الان ما طبت، والحد الان ما انطوني وسبب وفاتي شنو هي. شهاده الوفاه الموجوده عندي مكتوب عليها متوقف مختبريا، يعني ما اعرف شنو سبب وفاتي ابني. نعم. ولحد الآن هاي سنة وأربعة أشهر أني كل معاملتي واقفة على مدى هذا القيد. نعم. وأخوه هم موجود بالمطار، هم مريض وحالته تعبانة وما عرف يعني لا متى تبقى الحكومة العراقية هيك مدمرة شباب السنة، يعني لا صوت ولا ذنب، يعني ليش هيك بس على السنة سوت السنة. نعم 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 نعم. وصلت إن شاء الله وسمعوك أختي العزيزة أم السجين، ويا ربي يرحم ابنك إن شاء الله ويرد لك الثانية يا رب ويشفيك. يا شكرا شكرا جزيلا لك. بس السؤال اللي ينطرح هنا، سبع سنة وأربعة أشهر البريد مواصل إلى طالع مشي من الحلة للموصل ما تطول سنة وأربعة أشهر. فالسؤال اللي ينطرح هنا، شنو هذا البريد اللي طول سنة وأربعة أشهر؟ وشنو السبب اللي هو في تأخير البريد؟ وتلاحظوا انتو يعني أمه الله يعينها ماذا تقول لك، أنا داري أسأل ليش وليش مات وليش تعذب وليش صار به هيجي وليش عنده تقرحات في جسمه وليش صار به وليش ما تقول، ما أريد ذني، أريد بس قيد حتى أروح وأقولهم يا بترى ابني توفى. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم استاذ اسد، احييك وحي قناه الرافدين البطله. عليكم السلام ورحمه الله. من 2003
هم تدمير العراق، هم الجيش، هذا الجيش قسما بالله دول الجيش ما عندهم غيره، على اعراضهم ما عندهم غيره، يضربون الطلبه ويضربون المعلم، وين الوقت؟ والله وقت، هم دول الجيش والشرطه قسما بالله هم يحمون الاحزاب، دول الاحزاب القدر والحشر تابعين لايران وغير ايران، قسما بالله لو واحد من تابع الاحزاب ايش تسوي بهم؟ دول يحشهم حش من دول الميليشيات، عمي دول عمي غيره ماكو، قسما بالله غيره ماكو بعد. انتو شيوخ العشائر كانت الغيره من عندكم؟ والله ما عيبت العيب عليكم، يعطوكم يعطوكم 25 دينار قوموا تهوشوا عم استحوا، والله خزيتونا قدام العالم، استحوا كل ما الحاط له عقال وتعتون بشيوخه، عم استحوا والله خزيتونا، والله دمرتوا العراق من 2003 لحد الان، الله يهجم عليكم وعلى اهل العمايم دول الوسخين اللي قاعدين بكربله والنجا، عم دمرتون البلد، لا معلم خلصان، لا طبيب خلصان، لا سجين خلصان من عندكم. عم دمرتوه قسما بالله للعراق دمرتوه، انتوا مزبطت التاريخ وجاي تحكمون العراق، وان شاء الله نهايتكم قريبه بشهر هذا شهر 12 يجي، ان شاء الله نهايتكم قريبه راح يسحقوكم سحقكم، هم جابوكم وهم حيجيكم. نعم. تحياتي لك والقناه الرافدين. نعم شكرا لك اخ محمد. ابو زينب من النجف حياك الله. الله محييك استاذ افل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ما ادري قبل شوي يعني اثرت موضوع حول المدرسين وكذا وشي، زين هو هذا المدرس والمعلم واقف على رجليه والدم نازل برجليه وبلعومه طاد وراسه على مود يوصل فكره يوصل موضوع يوصل كذا للطلاب. نعم. واول ناس الد اعداء المدرس والمعلم هم طاقم وزاره التربيه. يعني هاي فد غريبة من الغرائب. نعم. فباليومين أو ثلاثة طلعوا على قناة البغدادية. نعم. وكيل وزير التربية وهذا يحمل شهادة الدكتوراه. نعم. وسابقا هو كان مدرس. نعم. فجابوها على ذكر المعلمين المدرسين، يقول المدرسين 70% مطاية، دكتوراه ومدرس يقول له 70%، وزارة التربية يقول له 70% من المدرسين أمطاية. يقول شنو هو المدرس؟ خرج من الكلية وحافظ له حكايتين. نعم. زين هذا أولا ما يستحي، ثم ثانيا هو كان مدرس. ثالثا من رئيس الوزراء إلى الوزير إلى أصغر مسؤول، منو حاسبه؟ هذا لو في زمن النظام السابق يطلع ويصرح بالتلفزيون يقول المدرسين 70% أمطاية، شو سووا به؟ زين قل له إذا أمطاية وهذا من رئيس الجمهورية إلى أصغر فراش، يطلع من تحت ايد المعلم والمدرس. نعم. كل دول العالم تحترم وتقدر المعلم والمدرس وتقيم لهم تماثيل وتقيم لهم احتفال ما عدا العراق يحتقروهم. شوف اعطيك صوره ما تعرفها انت، انا ايضا مدرس. حتى عندنا بكل هذا من الوزاره الى مديريات التربيات العامه بالمحافظات. نعم. يعني موظف او موظفه بعد بجد الحامض حلوايه استوى متعين، وانت صار لك 20 25 سنه بالتعليم والتدريس من يبارك، وهذا عندك معامله يعاملك بازدراء يعاملك باحتقار. يعني تقول الموظفه اقول لها بابا باوعيني، تقول ليش اباوع لك؟ قلت لها باوعيني بلكي انا تزوير، بلكي مو انا الشخص المعني، تشيل الاوراق الكذا تشيلها تشمرها بالقاع. قلت لها ليش غير كبسيها؟ من تجي ورا فتره تقول مراجعه كذا يقول لك ما جاي. يا بكبسوها بالصفحه مالتي، لا شمر تعال، وغيرها 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 من الاشياء. نعم. هاي بالنسبه للوضع هذا، خبصوا الكائنات على مود هذا مجالس المحافظات، صار لهم 5 6 اشهر. الاعلام مسخر باول خبر، الفلوس طلعت هذا مجالس محافظات الشكل. اذا المجلس الوطني شلون؟ ها؟ نعم. زين بشرفك كاميرات لرصد تزور يقدم حاضرين القوائم من ايران وجايبين الاسماء اللي يردوها. شرفك 70,000 كاميرا لمراقبه عمليه الاقتراع. انت وين جاي تنتخب بالامم المتحده؟ نعم نعم. واعلى كاميرا ما تتجاوز ترى 10,000 او 50,000 او 70,000 كاميرا يجيبوها ويصير تزوير. انا اقول لك وتدري لا مو بس تزوير، تدري قد حاسبين الكاميرا الواحدة حاسبيها بمليون يا بعد روحي، وسبعين ألف يعني 70 مليار. وعضو مجلس محافظة خل أعطيك بس الطين هاي لحظات. نعم.
انا اقول لك اول ما يتعين ثاني يوم اول ما يطو 150 مليون دينار والله شنو تحسين معيشي لعد هذا اللي ياكل من الزباله يسطو ويطو 100 راتب اقل راتب عندهم 7 ملايين بالشهر في 100 راتب يعني 700 مليون يعني 850 مليون هو بعد ما قايل بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما لغف بعد ما ضايق بعد ما عقد يعني الشعب ايش منتظر حتى يسحب ذوله بالشوارع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك ابو زينب. من تردي الواقع الامني الى تردي الواقع الخدمي. العراقيين حالهم حال اي بشر بالعالم لما يبدي المطر يجي بالشتاء يفرحون خصوصا بالعراق اللي بيه جفاف. فالمواطن العراقي اليوم لما يشوف المطر والدنيا تمطر يفرح لكن بسرعة على غفلة يتذكر الواقع المرير ويتحول إلى مأساة لأنه شوارعهم وطرقاتهم وبيوتهم ومناطقهم وأقضيتهم ونواحيهم وقصباتهم ومدنهم تصير أنهر من الطين والأوحال. الحل الوحيد اللي الحكومات اللي حكمت العراق من 2003 لليوم من 20 سنة هو أنه تنطي عطلة بيوم المطر يعني يحلون المشكلة بمشكلة ثانية يعطلون دراسة ويعطلون دوائر خدمية ودوائر مؤسسات لسبب أنه أكو مطر. فمن ذي قار أدنى أحد الناشطين راح يوثق لكم الحال المزري لمدينة الناصرية رغم صرف المليارات على الإعمار لكن شوارع الناصرية وراء أول زخات المطر في هذا الشتاء تحولت إلى برك من الطين والأوحال. تفرجوا. طبعاً يتحدثون بالإعمار في محافظة ذي قار الإعلام والبيجات والصفحات التابعة المجندة لمحافظة ذي قار وبقية المسؤولين يتحدثون بالإعمار وهم صالهم 14 سنة ما حالين أزمة ومعاناة أهل ذي قار كلها اللي صاحت الغوز الغوث من مجسر الإسكان ومخترباته. بس فر الكاميرا على شارع يا حسين، شارع يا حسين اللي صرفت عليه 28 مليار ونص، اللي يشوف هذا الجزء اللي تابع الشارع العفو شارع يا حسين، هذا الطريق اللي ضجت عليه الإعلام والبيجات. طبعا احنا مو اعتراضنا على العمل، العمل طبعا عمل جيد وعمل حقق لمسة، بس هذه اللمسة بعد أيام لحشبون هاي اللمسة راح تندمر وتتلف بسبب هذا المنظر المخزي وسبب مختربات جسر الأسكان اللي صار لـ 14 سنة ما كامل. احنا نقول ومن ننتقد ما عندنا عداء، بس احنا نقول وين الإنجاز يا محافظ ذي قار؟ مخصصين لي اياها بس تلميع او تصوير جوي وانت ما حال لي معاناة مواطني، لا حال لمشكلة النفايات، لا حال لمشكلة الغرق، يعني ما معقولة مطرة خلال 10 دقائق تغرق بها الناصرية. والبلد اللي ما بي مي والناس تعاني من قلة المي هدومها تتوسخ وما يقولون شيء يغسلون بها ولا يغسلون وجههم ولا يسبحون. والمرة العراقية لابسة عباتها ومليانة طين بسبب هذا الحال ما ينظرون له. الفيديو الجاي أو التالي من البصرة مدينة النفط مدينة البترودولار واللي تدر مليارات على العراق لكن ما شافت شيء من هاي المليارات. هذا هو حال المدينة اللي راح تشوفوه هسه وهذا حال طلابها بسبب الطين والبرك والأوحال في أحياء البصرة. شوفوا تلاميذ البصرة شلون يروحون المدارس. شوفوا الطلاب تمشي بالطين. محافظة البصرة أم النفط. شلون البصرة؟ حلو مو؟ أنا دحت شوية سياسيين. حلو هذا حال البصرة هيك وطلابنا هيك، هذا حال العراقيين. لا نطلع من البصرة نروح إلى المثنى. أحد المواطنين بيوثق لكم حال تلاميذنا الأحباء وهم رايحين إلى المدرسة وشلون يرجعون من أدها ويعانون أشد معاناة لأنه أكو طين شوارع ممكسية كلها رمل تمطر الدنيا تصير وحل. هم رايحين للمدرسة يمشون ويخوضون بهذا الوحل، هذا اللي جبر هواية من التلاميذ أنه يفر وجهه ويرجع لبيته لأنه ما يقدر يوصل. تعالوا نشوف. شوف هاي طريقها، أرض زراعية
لا جاي واحد مسويها هو العش، يعني حتى من تسقي هذول من يسقون يعني هذول اهل القاع يطير عليها مرات ويسوي، خلي يجون يشوفونها. هسه البنات ما داومت رجعت، الا ذنك المدرسات ثلاثه راح يقعدنهم ياخذون الانساء ويروح. هذا الحال بالمثنى. نحتاج بس نرجع الى العربين وخيل اثنين ويجروها ويعبرون الطين، لانه راح نرجع للعصور السابقه والغابره، راح يرجعون العراق الى العصر الحجري، لان لا سياره تمشي. والبارحه اول بارحه طلعنا لكم فيديوهات سيارات تتغرز بسبب المطر، والناس مو قادره تمشي والحياه واقفه، وهم من يجون انتخبونا في انتخابات مجالس المحافظات، نعمل لخدمتكم والله لا يوفقني. سيوف الناصر يمشاف الفيديوهات علق على فيسبوك يقول خلي يجي يشوف محمد هادي منير، هي هاي الانجازات اللي خبصونا بها، ومن تحكي يقولوا لك انت تريد تسقط بينا يابا، مو تسقيط بس شنو اللي قدمتوه للناصريه. جعفر جبار الحسيناوي، مع الاسف واقع مخزي ولا حياء لمن تنادي. اما مالك المنصور يقول مثل هيج مناطق وهيج اجواء الاضراب عن الدوام بيها واجب. وسلام جاسم، حكومة أنفاس الزهراء الله يطيح حظ هيج حكومة وحظ خلفهم عملاء خوانا، مو صوتهم صوت اللوقية اللي تهوسلهم. فكان هذا تعليق الأخ سلام. انعدام الخدمات وغرق المدن اللي طلعناها قبل شوية صارت هي الدعاية الانتخابية المجانية للأحزاب والكتل والمرشحين واللي مرشحين أنفسهم على انتخابات مجالس المحافظات اللي راح تصير. لكن هاي الدعاية مو لجانبهم، صارت عكسية ضدهم. المقطع اللي راح تشوفوه الآن بهذا الملف مواطن واحد من الشوارع واقف في المي مثل ما تشوفون، هذا الشارع بمحافظة ذيقار، أول زخة مطر، ثاني زخة مطر، غرقت الدنيا. فحب يوجه رسالة على طريقته الخاصة إلى كل مرشح من الأحزاب الفاسدة، والكل من يبيع صوته من المواطنين إلى مرشح فاسد مقابل شيء بسيط ما يعين على ممارسة الحياة بشكل عام. خلونا نسمع. اتوسطون هذا المقطع للأحزاب الفاسدة، هذا واخر الناصرية، الناصرية يودونا بعير إن المالية توصلنا إذن هاي مشاريع اللي عنده غيره. الشيوخ نبيكم حب وبخت، تسوون دعوه وندوه للاحزاب الفاسده وتحصرهم بالديوان. شكل واحد باقي فلوس الناصريه البنك على راسه وراس مخلفه، ولكم هاي وضع بعض الناصريه المسؤولين. هذا ساده مال الجسر اللي عنده غيره وعنده ضمير وشيخ عنده حب وبخت، تسوون دعوه من الاحزاب اللي باقتنا وبالزاويه وعلى راسهم وراس احزابهم. قد 20 سنه بشرفك وبغيرتك توصل المقطع من ياخذ 50,000 ويعلق صور من فاسد. هاي الرساله اللي وجهها من واحد من الشوارع الغارقه، وهذا حال العراق من 2003 لليوم. عمي مو 2003 كانت اكو شويه خدمات، من 2006 وجاي كل ما تمطر الدنيا تغرق شوارع، كل ما يجي الصيف تطفى الكهرباء، كل ما يجي الشتاء أزمة وقود ونفط كهرباء، مناطق تغرق، طين، وحل، مدارس، جهال تخوض بالوحل. يجي الصيف كهرباء ماكو، حرارة عالية، أزمة وقود، والناس بالضيم بين هذا وبين هذا. فعليا الناس صاروا هم الحديد اللي بين المطرقة والسندان مال الحداد، والسياسيين لازمين هذا التشاكوش ويدقون بالمواطن على هالسندان. مواطن ثاني من الناصرية يوصف لكم هنا الخدمات ويقول انه تردي الخدمات اللي موجود بالعراق هو نتاج مجالس المحافظات الفاسدة السابقة اللي سرقت مخصصات المحافظات وأهدرتها، وأنه بسبب فسادهم طلعوا ثوار تشرين وأسقطوهم
ويقول لا انتخابات بدون خدمات ولا انتخابات بدون محاسبة قتلة شهداء ثورة تشرين، وهذا كان شرطهم الأساسي بحكومة مصطفى الكاظمي والوراها، ولحد الآن ما تنفذ منه شيء. تعالوا نشوف من على واد وادي نسوي انتخابات ولحد الآن ما شايف صوت الشعب وما محترم الشعب. من على واد وادي اللي يسوي انتخابات وتعلق صورة وهو لا مقدر الشعب ولا محترم الشعب ولا مقلد النخوش، وهاي الانتخابات سبق وان قلناها ونرجع ونقول يا مرجعية أنتم تتحملون المسؤولية. المرجعية السيد الثاني أنت اللي بمكتبك اللي درتها بال 2004 بال 2005 وانت انتخابات طلعت من عندك وقلت لنا عيدوا، والشيخ ابراهيم بلسان الفصيح جاء على المنبر قال احنا اللي جبنا الناس واحنا اللي قشمرونا واحنا اللي انتخبناهم. فعمه هاي رساله باكر طالع المغرب، انا اربعاء باكر طالع قسما بالله اللي قام علق له صوره ان على والد والدي اللي قام علق له صوره. ليش؟ لان تم طاح رجعونا شهداء ورجعوا الانتخابات، رجعونا الحصة ونرجع لكم الانتخابات، رجعونا كرامتنا ونسوي انتخابات. ماكو انتخابات والدولار صاعد، ماكو انتخابات والفقير كاتل الضيب، ماكو انتخابات والناس قاعدة بالحواسب. هاي من الناصرية. أما من كربلة، أدنى ناشطين من محافظة كربلة ينتقدون تعليق صور المرشحين لمجالس المحافظات بالقرب من صور شهداء ثورة تشرين بساحة الأحرار، وأعلنوا وهددوا انه مش ما تتعلق صوره بالساحه يم صوره شهيد من شهداء ثوره تشرين راح يشيلوها وراح يشقوها، واي مرشح صورته ترفع بساحه الاحرار قرب صور شهداء ثوره تشرين اللي وقعوا اصلا واسقطوا اصلا برصاص الاحزاب اللي تتنافس اليوم على الانتخابات. فيعني بما معناه يقول لك اللي قتل شهداء ثوره تشرين سابقا اليوم جاي يتوسل بينا ويقول انتخبوني وحاط صورته بصف صوره الشهيد. خلونا نشوف اليوم هنا بساحة احرار كربلاء. طبعا تدرون حتى المعلومة خاف واحد ما يدري، اي واحد يرشح باسم تشرين ماكو، كلهم شذابين. تشرين ما عدا مرشح، لان هي تشرين طلع ضد مجالس المحافظات، هاي الحلقة الزايدة حلقة التخفيص والبوك. اليوم الشباب هنا متواجدين، طبعا اجوا بعض المرشحين رادوا يعلقون صورهم هنا، ما كفاهم هاي الشوارع دي يسوون بها خروقات انتخابية. فالحمد لله وشكر الشباب هنا نزلوها، أجل الله السامع رقعوها بالنعال وأخذ الصورة وراح. فأي واحد يصل من الساحة، هاي هذا المكان عندنا مقدس في شهداء، وهاي انطلاق ثورة تشرين زين اللي يطلع ضد مجالس المحافظة، لا حد يجيب صورته هنا. شايفه أي صورة لأي مرشح يجينا تعلق إنه بنطلع عليها حملة، حتى صورة الباب بيتها بنشلحها ونحرقها. أي مرشح ماكو حط صورته هنا بالساحة، ممنوع. هذا المكان مكان شهداء، هذا مكان شرف. هذا في محافظة كربلاء، ومستمرة حملات المقاطعة للانتخابات لحد هاي اللحظة، وتمزيق صور المرشحين وراء ما يأس الشعب العراقي من أي تغيير يجي من نديهم، لا بانتخابات صورية ولا بانتخابات حقيقية، لأنه اللي موجود هم يأسوا من أنه اللي موجود هم عرفوه وحفظوه، اللي موجود هو يقول لك عليه سارق وحرامي و و و و و والمجرب لا يجرب مثل ما يقول الشعب العراقي. واللي لحد الآن هم يقول لك احنا نريد وجوه جديدة، وهم يعيدون نفس الوجوه ونفس الأحزاب بعملية تبادل للسلطة بين الفاسدين، مرة هذا يصير بفلان مكان وهذا يصير بفلان مكان وراها ينقلبون. رغم دعوات وزارة الداخلية أن تحبس وتعتقل كل من يعتدي على صورة لمرشح أو يمزق بوستر إلى مرشح أو حزب، لكن شباب محافظة ديقار اللي رافضين هذا الشيء زين بعدهم يمزقون صور المرشحين اللي يلقوها قدامهم بالشوارع. هاي المشاهد اللي راح تشوفوها الآن بالناصرية، وراح تلخص لكم الرفض الشعبي لكذبة الانتخابات وما حولها. ما خلونا لا صورة إن شاء الله، كلها مربوطة. يلا بتعال أبويا بطول شلعوين، ماكو انتخابات بالناصرية، يلا ويا شلعون. مرتب وأعمدة جديدة ومنظفة، حضرتهم يحطون هيجي حدالات، وقلنا لكم ماكو انتخابات عايزين حلقات زائدة. هذا هو رفض الشارع العراقي
لمخرجات ما تسمي نفسها بالعملية السياسية واللي يتبجحون بالسيادة والديمقراطية والخدمات والإنجازات العظيمة. شوفوا الشعب العراقي شلون يستقبلهم. الناس علقت أبو وطن يقول: نتمنى أن يكون لك موقف مثل هذا تجاه المحافظ والعصابة التي تتحكم في ذقار ونهب أموالها وأراضيها. سجاد النصر الله: إلى متى يبقى وضعنا هيج؟ الدول المجتمعات تفرح بالمطر وتعيش أجواء حلوة وإحنا نشبع طين ولعبان نفس. أبو الفضل الإبراهيمي: المشكلة مو بالمرشحين، المشكلة بالناس اللي جاي تستقبلهم وتتقبلهم ببيوتها. حيدر صباح: الناصرية منكوبة وما زالت منكوبة، مشاريع فساد الطريق السريع إلى السجن الإصلاحي من أهم الطرق بالناصرية، مهمل بشكل متعمد من الحكومة المحلية. فكان هذا تعليق الناس على رفض الانتخابات ومخرجات العملية السياسية وانتخابات مجالس المحافظات وتمزيقهم لصور المرشحين. أبو محمد من الكوت حياك الله. أبو محمد، أبو علي من بغداد حياك الله. أبو محمد من الكوت انقطع الاتصال وياه. أبو علي من بغداد حياك الله يا أبو علي. أبو علاوي انقطع الاتصال أيضا وياه، أعتذر منكم أخويا أبو محمد وأخويا أبو علي. المشكلة أن هم يطلعون ويروجون لنفسهم، وحده تحفر لي خندق لأنبوب مي، الثاني يعطي رواتب رعاية اجتماعية وبطايق كيكارد ويروج لنفسه أنه مهتم بالمواطنين، والثالث يشتري ويدفع فلوس مثل مرشحة ائتلاف دولة القانون العلوية رسل الأعرجي لما يخابرون يقولون ب100,000. بل بدل ما تشترون أصوات وبدل ما توزعون تجيبون واحد يحفر أنبوب مي والسلام عليكم، روحوا حلوها الهاي. بدل ما الشوارع تغرق قولوا لهم للناس بعد ما تغرق. بدل ما بيوتهم تغرق بسبب شبكة صرف صحي تعبانة قولوا لهم صلحناها وما تغرق، وبينوا لهم أنه أنتوا صلحتوها، مو تجي تسوي شغلة بمكان وتمن عليه. ألو هذا صاحبي، شوفوا هذا أنا وهذا مواطن، أخذت منك فلوس جبت لك رعاية اجتماعية، هاي منه، فلا تمنون شيء على الناس. أبو علي من بغداد رجع لنا حياك الله. أبو علي من الديوانية عفوا حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا قلت لكم الجنوب كله بعد ما يؤمن بعملية الانتخابات نهائيا. نعم. لأن ما ضقنا 20 سنة من أكاذيب وحكي ما إلى صحيح على أرض الواقع. نعم. يعني أغلب الناس قاعدة بالجنوب 50 متر بالزراعة قاعد، هم 10 نفرات 8 نفرات، لا كهرباء لا تبليط لا ماء. نعم. والله هي عيشة عيشتنا، وش ماله يرشح ويجون يجندون هاي الأحزاب تجند وجوه جديدة على أساس إحنا ما نعرف، إحنا جيناهم صاركم 20 سنة بتشدون علينا، لا تعرفون الله ولا تعرفون عباده، تعالوا لنا للديوان احنا اشدناكم. طلع ذاك الكاظمي قال يا قاع شقين وطمين، مطمة سنين ما راح نطم بعد، وجه هذا السوداني الله لا يوفقنا، صدق الله لا يوفقكم، لان ما تحجونه هو الحق اللي تحجونه صحيح، يعني ما صدقتوا ويا الشعب خصية، ما صدقتوا ويا الناس الفقرة. نعم. معظم الجنوب يعني معظم الجنوب هم فقرة، ما صدقتوا كلام، اطيتوا لأهل البطول السمينة. نعم. اعطيتوا لها الربحة للخارج للسياسيين، وظل 70% 80% الطبقة الضعيفة بالجنوب ظلت لحد الآن مرهقة، وجمال تدبون عليها الضرائب. نعم. إلى 70% وين يروح؟ ما تدخلون بالعراق. أعتذر منك أبو علي، عبالي عبالي خلصت والله، أعتذر منك، شكرا شكرا جزيلا لك أبو علي. بمعاناة إلى طلبة العراق 12 سنة بأيامها ولياليها، 12 سنة بكل فصولها، 12 سنة عمر فترات دراسية إلى تلميذ ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، يعني طب كلية، مني طب أول ابتدائي إلى أن يطب كلية، 12 سنة
هي معاناة أهالي المثنى في شمال المحافظة في إكمال مدرسة كانوا يتأملون أن تنبني لهم، يتأملون بدال مدارسهم الطينية، لكن انتركت بدون إكمال ولا فتحوها، ومن ذاك اليوم لحد هاي اللحظة ينتظرون بلكت تكمل هاي المدرسة، ولليوم هم يضطرون يمشون إلى مدارس ثانية بعيدة كلش بعيدة مسافة كيلومترات عن بيوتهم، ويخوضون بالأوحال والطين بالشتاء. تعالوا نشوف 2070 يوم صار 2700 يوم وماكو من سيد المحافظ كون يفتح لنا هاي مدرستنا، واحنا بنيات صغار ما نقدر نمشي لذيك المدرسة البعيدة بيها طين، وهالايام بيها مطر وطين ما نقدر نمشي. اريد من سيد المحافظ يفتح لنا هاي مدرستنا. اصحاب الضمير الحي على هاي المدرسة، المدرسة تأسست بال 2011 وهاي طبعا 2023 صار لها 13 سنة آلت للسقوط، ولا خلينا واحد يعتب علينا. والله هي آلت للسقوط، عندنا أطفال شنو ذنبها تبعد المدرسة عنهم تقريبا أكو 3 كيلوات روحة و 3 كيلوات رجعة، يعني 6 كيلوات ببشريش عند الظوالم. عندنا ذني مالات الطوارة هم تقريبا ما يقارب 3 كيلوات أو أكثر. فإحنا نناشد أصحاب الضمير الحي اللي عندهم ضمير، اللي عندهم يعني يريد يعمر ويخدم البشرية، يخدم الإنسانية، فهذا احنا نقوله. هذا الحال الموجود بالمثنى اللي هم 12 سنة ينتظرون مدرسة تكمل. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت، عادل عبيد السعيد يقول سبب التلكؤ غير كون نعرف ليش يا شركات، هاي والله مصيبة كل الأعمال تتلكأ لأن الشركات مو رصينة. حيدر وحيد الغزي، أكثر المدارس متوقفة يمنا بناء مدرسة جاهزة يوم يشتغلون ويرتاحون سنة. حامد آل شجر، عندنا بالفجر 5 مدارس تابعة لشركة النهر الجاري متلكئة من 2010 لحد الآن. حسين العكراوي الشمري، المدارس الحكومية سدوها حتى الناس تدبر حالها، هم يردون الأهلية تشتغل حتى يستفادون. كل الكوادر التربوية هسه من شغلة بالأهلي، وشلون يطورون البزنس من خلال استغلال فشل الحكومي والفساد اللي جاي يصير. فهنا هاي الرسالة لخصت لكم وزارة التربية شلون تنظر إلى المدارس الحكومية، شلون دساهم في إفشال الدراسة. سرقت مقاعد الدراسات العليا، وزارة التعليم تشن حرب على الخريجين وتسرق مقاعد الدراسات العليا وتغطيها إلى مقربين من الميليشيات والأحزاب. هذا الموضوع اللي سلطنا الضوء عليه قبل أيام، واليوم قسم التواصل الاجتماعي تناول لنا هاي القضية وأنتج لنا هذا الانفوغرافيك. خلونا نشوف. وزارة تأتمر بأمر وزيرها الذي يؤمن بولاية الفقيه وينتمي إلى ميليشيات تتقن لغة القتل والسرقة والاختطاف لتختطف مقاعد الدراسات العليا وتخصصها لغير مستحقيها ممن ترقنت قيودهم أو فشلوا دراسيا وبذرائع مختلفة، كأن يكونوا من أقرباء من تصفهم الحكومة شهداء أو ممن لديهم سجين سياسي أو من ضحايا ما يعرف بالإرهاب. وزارة التعليم الحالية شككت برصانة الجامعات الحكومية في البلاد عبر تصريحات وكيلها العلمي حيدر عبد الضهد في مؤتمر علمي قال فيه إن الوزارة تسعى لإطلاق برنامج دراسات عليا في الجامعات الأهلية بمستوى أرصن وأعلى من الجامعات الحكومية، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الأكاديمية العراقية. موجة سلطت الضوء على الكثير من الشبهات وعلامات السؤال حول استغلال التعليم لأغراض تجارية وتحويل الجامعات إلى دكاكين لبيع الشهادات وتضييق الفرص على المثابرين من طلبة الكليات الحكومية وحرمان البلد من جهودهم وكفاءاتهم وسط تحذيرات من الاستمرار في إبادة التعليم في العراق في ظل إطلاق العنان للقوات الحكومية بالتنكيل والاعتداء على الطلبة الجامعيين ممن يحاولون نيل حقوقهم سلميا.
مهزلة أخرى تأتي ضمن الإنجازات الوهمية لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني، فبعد أن زعمت وزارة التعليم التي رأسها وزير الميليشيات نعيم العبودي حصول العراق للمرة الأولى على المرتبة 37 عالميا، خرج الجمهور العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعرية تلفيقات وزارة التعليم، حيث تبين أن المرتبة 37 عالميا هي لجامعة مولبورن في أستراليا، بينما حلت جامعة بغداد في تصنيف التايمز نفسه في التسلسل 1501. رصانة العراق العلمية تفقد بريقها الذي كانت تتميز به، وفشل واضح بإدارة ملف التعليم العالي في العراق، ومنجزات وهمية درج على ترويجها إعلاميا وزير الميليشيات الذي نال شهادته بالتزوير وفقا لأكاديميين. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. جامعة بغداد اللي كان ترتيبها 7 عالميا، 1500 صلوات، أول مرة أشوف مسؤول يحطه من الحكومي ويرفعه من الأهلي. فقروا على الدنيا. السلام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم في نفس الموعد بمواضع جديدة إن شاء الله غدا. في أمان الله.